عارفه دلال، انت هتوحشيني قوي قوي قوي. مش عارف ليه المره دي حاسك هتوحشيني قوي، انت والولاد طبعا. ما تقولي اي حاجه انطقي يعني، قولي هتوحشني انت كمان، انت كمان بس اي حاجه. هتبقى فرصه نكتشف حقيقه اللي بينا. فرصه ايه بس، احنا لسه هنكتشف اللي بينا. تصدق اني اكتشفت انه كده؟ انت عندك حق، هو فعلا انا الاجازه دي قصرت في حقكم جامد قوي قوي. لا خرجنا ولا اتفسحنا ولا رحنا كله مصالح مصالح، بس صدقيني كل حاجه هتتعدل ان شاء الله، هي الدنيا هتتظبط والايام جايه كتير بقى. انت عارف يا خالد، انا وانت عمرنا ما خرجنا لوحدنا وقعدنا في مكان وجو شجره واتنين ليمون، حتى ايام ما كنا مخطوبين. لو انت يعني ده ليكي قوي في الكلام ده، عادي. طب ما كنت قولي لو ليكي في جو الهق والمق والشكليات والتفاهات دي، مفيش اسهل منها حبيبتي. الكلام ده تافه جدا، الحب ده بالفعل. انا رجل افعال اقوال، الحب سهل اقول لك الكلام، انما الحب بالفعل. طب هات ايدك. في ايه؟ بفعل. كحول كحول على الله، بس يكون 70%. ها؟ هو يلحق فنون تطبيقية.